اهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم ضفاف. في هذه الحلقه سيكون ضيفنا الروائي والشاعر الفلسطيني ابراهيم نصر الله الفائز بالجائزه العالميه للروايه العربيه البوكر عام 2018 والفائز معها بعدد اخر غير قليل من الجوائز الادبيه. ظل يردد دائما اكتب بنصف قلبك ستقرا بنصف قلب واكتب بقلبك كله ستقرا بقلب كامل فتح بمشروعه الروائي الملهات الفلسطينيه ابواب الذاكره ليطل القارئ العربي منها على فلسطين وقضيتها وتاريخها وشعبها الصامد توازى في تجربته الابداعيه الروايه والشعر والسيره الذاتيه وادب الرحله والشغف بالسينما والصوره الفوتوغرافيه أن تصور فهذا يعني أن ترسم بالشمس كما يقول في إحدى رواياته يؤمن أن القضايا الكبيرة بحاجة لمستويات فنية عالية للتعبير عنها وهذا ما سعى لتحقيقه طوال مسيرته الأدبية نشر حتى الآن 15 ديوانا شعريا و24 روايه من ضمنها مشروعه الروائي آنف يعني في الذكر الملهات الفلسطينيه المكون من 14 روايه تغطي أكثر من 250 عاما من تاريخ فلسطين الحديث ومشروع الشرفات المكون من عشر روايات تتأمل الحال الإنساني والعربي بشكل خاص من مختلف وجوهه وأسئلته الوجودية والاجتماعية والسياسية خلال هذه الساعة الثقافية سنحاور إبراهيم نصر الله عن الأدب والفن والحياة وعن فلسطين التي كانت محرضه الاول على الادب والفن والحياه فاهلا بكم مرة أخرى في برنامج ضفاف وضيفنا في هذه الحلقة الشاعر والروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله مرحبا بك أستاذ إبراهيم أهلا بكم منور عمان ومنورة بناسها أهلا بك نحن نصور هذا الحوار في اليوم الرابع والتسعين من الحرب الإسرائيلية على غزة بعد عملية طوفان الأقصى دعنا نبدأ حوارنا من هنا كيف تتابع الاحداث في غزه؟ كيف تقاوم هذا الالم اليومي؟ كيف تنظر الى فلسطين اليوم اليوم تحديدا؟ اذكر انك كتبت في سيرة الطائره منذ سنين طويله تتساءل روح العالم اين تتجسد الان؟ اين تسكن؟ وكيف تستطيع اليوم الحفاظ على براءتها في زمن القتل على الهواء مباشره؟ وما اشبه الليله بالبارحه هل تزعزعت ثقتك بالكلمه المكتوبه في مقابل الرصاصه بالتاكيد لا لان انا اعتقد إنه الكلمه المكتوبه كانت دائما جزءا اساسيا من قوه الامل في الشعب الفلسطيني وقوه الحياه وتشكل الذاكره واستمرار هذه الهوية الفلسطينية حية إلى هذا اليوم يعني حينما أنظر إلى أعمال سابقة كتبها مثل غسان كنفاني مثلا قبل ستين عاما وأعني هنا مثلا روايته روايته الرجال في الشمس أحس أن هذه الرواية التي أصبح عمرها ستين عاما لم تزل تعمل وتؤدي دورا كبيرا لا تستطيع اي مؤسسه فلسطينيه ان تلعب هذا الدور في الذاكره وفي تشكيل الاجيال الجديده وفي فتح الامل حتى على الكتابه وللكتابه في ان تكون روايه رائده في موضوعها ورائدة في فنيتها ورائدة في حيويتها ورائدة كما أشرت في البداية أنها كتبت بكامل قلب صاحبها غسان الذي استشهد لكن لكن وهي كانت يعني في اعتقادي كارثه كبيره للشعب الفلسطيني ان يفقد كاتبا مثل غسان لكن تلك الـ يعني الـ يعني الكارثه التي المت بنا بفقدان غسان هي لم تزل تتكرر بفقدان مئات والاف الفلسطينيين وعشرات الكتاب الفلسطينيين يعني يكفي ان نشير انه خلال غزه في يعني قبل شهر كان عدد الكتاب والفنانين الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزه تقريبا خمسين كاتبا وهذه وهذا رقم مرعب وكبير لكن يعني كما قلت في واحده من قصائدي في نهايتها وكنا على ثقة ليس اقسى علينا من اليأس إلا الأمل ولكننا كلما انطفأت شمعة نشتعل وحقيقة حين تتأمل مسيرة الشعب الفلسطيني تكتشف دائما أنه بعد كل مجزرة بعد كل مذبحة بعد كل محاولة إفناء له في كل مرة كان يعود أقوى من المرة السابقة وأظن المرة الأخيرة كانت هي المرة الشاهدة على أنه كم حصرت غزة وكم طحنت غزة وكم يمارس القتل في الضفة الغربية اليوم يعني بشكل يومي يعني هناك يوميا شهداء على ابواب ابواب الشعب الفلسطيني، ابواب الامهات وابواب ابواب الاباء وابواب المدارس وابواب كل المساجد وابواب الكنائس لكنه هذا شعب يستمر وهذه قوته نعم ويبدو لي استاذ ابراهيم ايضا فيما يخص الكتابه الفلسطينيه ان الفلسطيني سائم من تنميط شخصيته وقضيته انت تقول في احد حواراتك الصحفيه كل ما نكتبه هو مقاومه لفكره تسعى الى تنميطنا وتحويلنا الى تماثيل تمتشق السيوف او الحجاره في ايديها الملوحه، واذا كان من مهمه للادب الفلسطيني فهي ان يقول ان الفلسطيني كائن بشري له قلبه واحلامه الصغيره وله افراحه واحزانه، ان يقول ان الام التي تزغرد في جنازه ابنها الشهيد هي الام التي تبكيه بكاء لا يتصوره العقل حين يغادر الناس. صحيح هذا التوجه وكان يعنيني كثيرا ربما التنميط تم في البداية أولا لأن العالم العربي كان يبحث عن بطل وهذا البطل وجدوا في الفلسطيني الذي يقاوم والذي نهض من رماده مرة أخرى بعد النكبة وهي أكبر نكبة يمكن أن تلحق بشعب على الاطلاق في اي مكان يعني سواء في العالم العربي او في في العالم لكنه نهض من جديد وكان العالم العربي بحاجه الى هذا البطل فنمط هذا البطل واصبح الفلسطيني هو ذلك المقاتل الذي لا يخاف والام التي تزغرد لكن تنبهنا هذه المساله يعني تنبهنا مبكرا ويكفي ان اشير مثلا الى مثل. روايه عراس امنه نعم. رواية أعراس آمنة كتب نشرت قبل 20 سنة تماماً وهي تدور أحداثها في غزة واليوم من يقرأها يعني يقول أنها كما لو أنها كتبت اليوم فيها إعادة الاعتبار ما يشبه الصرخة على هذا التنميط بالضبط هي نعم. يعني كتبت للرد على هذا على هذا التنميط وحتى بداية مطلع الرواية يعني تحت العنوان هناك انه نحن نزغرد في يعني في جنازات شهدائنا لا فرحا بانهم قتلوا ولكن حتى لا نشمت اعدائنا بنا واعدك اننا حينما نتحرر سنبكيهم كثيرا. هذه الصوره يعني دمرت تماما بمعنى الصوره المنمطه وظهر الفلسطيني الانسان الذي يحب الـ وبالنسبه لي الـ يعني إذا ما نظرت لزمن الخيول البيضاء ستجدها رواية حب من أولها إلى آخرها ورواية في عشق الخيل وعشق الجمال وعشق الطبيعة إذا ما ذهبت إلى رواية دبابة تحت شجرة عيد الميلاد ستكتشف فعلا أنها رواية حب ممتدة على مدى سبعين سنة أه. ورواية أرواح كلمنجارو مثلا وأرواح كلمنجارو أه. وأيضا يعني رواية أقصد دبابه تحت شجره عيد الميلاد الاحتفاء بالفنون الاحتفاء بال... بتلك النهضه بالسينما وال... والحياه المدينية والثقافه الفلسطينيه والمسرح وكل هذه المسائل الروايه الاخيره ايضا طفولتي حتى الان يعني دائما كنت اتمنى ان اكتب فعلا روايه حب عابره للحروب فكانت هذه الروايه طفولتي حتى دفولتي الان حتى الان وتعلق ذلك الفتى بالشعر وتعلقه بالروايه وتعلقه بالموسيقى وتعلقه بالصوره وتعلقه بكل شيء فلم يعد الفلسطيني ذلك المنمط لانه فعلا ليس منمطا يعني الصوره الادبيه نمطت هذا هذا الفلسطيني واظن ان الكتاب الفلسطينيين كانوا ايضا مضطرين في فتره من الفترات ان ينمطوا الفلسطيني لانه ذلك كان يلبي في داخلهم في داخلهم نداء وسؤال واجابه وجود البطل وهذه المساله كانت ايضا استجابه كما اشرت لواقع عربي مهزوم كان بحاجه الى هذا البطل. نعم بما انك ذكرت بعض الروايات المندرجه في مشروعك الابرز الملهى الفلسطينيه دعنا نتحدث عن هذا المشروع الذي استغرق منك سنين طويله انجزت منه حتى الان 14 روايه، و كما قلنا في المقدمه قام على فتح ابواب الذاكره ليطل القارئ العربي منها على فلسطين وقضيتها، متى بدأت او كيف واتتك فكره هذا المشروع؟ و وهل أنت راض عما أنجزته منه حتى اليوم أربعة رواية؟ يعني المشروع بدأت بذرته بالتفتح قبل منتصف الثمانينيات قليلا لأنني كنت ألاحظ أن هناك كثير من الأقارب والمعارف والجيران كبار السن الذين عايشوا في فلسطين قبل النكبة بدأوا يرحلون وبالتالي وهناك جمله للزعيم الصهيوني بن غوريون يقول عن الفلسطينيين سيموت كبارهم وينسى نعم صغار صغارهم نعم. فهذه المساله ارقتني كثيرا وجعلتني التفت بجديه بالغه لفكره الذاكره الفلسطينيه في تلك الفتره لم يكن هناك شيء اسمه التاريخ الشفوي يعني الان بمعنى من سنوات اصبح هناك فكره التاريخ الشفوي والبحث عن كبار السن وتسجيل الذاكره ذاكره كل منهم لكن في اواسط الثمانينات لم يكن هذا الموضوع مطروحا، كان موضوعا شخصيا. وايضا كان بالنسبه لي انه هناك روايه ابحث عنها ولا اجدها. تتحدث عن فلسطين قبل عام 1948. وكان يمكن ان يكتبها غسان كنفاني وفعلا في روايه العاشق اظن اظن انها كانت ذلك المشروع الملحم الذي يريد غسان ان يكتبه لكن استشهد غسان ولم يكتمل هذا المشروع وقد كانت لي فرصه من اقل يعني من سنه ونصف اقل من سنه ونصف ان التقي زوجه غسان وابنه غسان ونتحدث في هذا الموضوع كثيرا وتأكد لي أنه فعلا كان هذا المشروع هو مشروع غسان الأكبر لكن للأسف لم, لم يتحقق كان يمكن أن يكتبوا جبرة إبراهيم جبرة من الذين عاشوا قبل النكبة وكان يمكن أن يكتبه إميل حبيبي لأنه عاش قبل النكبة وبقي في فلسطين أيضا لكن لم يكتب فكنت دائما أقول أنني بحاجة لهذا المشروع لهذه الرواية كقارئ حتى أعرف أعرف فلسطين وأعيش فلسطين تماماً وبدا البحث في ان في كتابتها ولانني كنت اخشى من ان ارحل في هذا الزمن الى ما قبل عام 1948 لفتره لم اعشها بالتاكيد كنت خائفا بالتاكيد وبالتاكيد كنت خائفا لانه الجميع اجل كتابه هذا المشروع فكيف تتصدى له انت المولود بعد ست سنوات من من النكبه لكن ما حدث انه يعني فعلا تاخر ميلاد المشروع يعني هو بدا العمل على زمن الخيول البيضاء عام 84 صدرت عام 2007 لكن اهم ما تحقق انه اثناء البحث آآ لزمن الخيول آآ بدات اعي انه فكره ان فلسطين اكبر من ان تحيط بها روايه واحده لانها قضيه يعني متشعبه وعظيمه و... وبالتالي بدات تتوالد الروايات فكتبت روايه طيور الحذر الذي التي تتحدث عن طفولتي في مخيم الوحدات بمعنى عن المعاش الذي عشته ثم بعد ذلك بدات ارجع بالزمن قليلا قليلا في الروايات ربما هذه ايضا كانت مفيده لانه كانت استفاده يعني فادت خبره اكتساب خبره اللي الى روايه من النمط الملحمي مثل زمان الخيول البيضاء الآن يعني لا يستطيع الكاتب أن يقول أنه راضي عن أعماله لكنني راض أنني عملت وأنني لم أصمت وأنني وصلت بجدية استثنائية يعني حتى أقول اللي كتابة هذه الروايات وأيضا الآن يعني حينما ألمس أثر هذه الأعمال وبخاصه في جيل الشباب وعلى القارئ الفلسطيني والقارئ العربي وحيثما ترجمت بالمناسبه يعني اجد انه نعم لم تذهب حياتي سدى في في هذا الامر تكرار طباعه هذه الروايات يعني زمن الخيول الان اصبح حوالي 30 طبعه صادره منها وغير الطبعات المزوره جدا وتعرف كل كتبنا <applause> والحمد لله بين قوسين يعني مزوره تماما ومزورة بالبي دي اف فتحس انه يعني قدمت مساهمتك التي امل وهذه هي المسألة الاهم ان يكون مفعولها مستمرا لانه انت عارف انه الزمن هو اكبر اكبر, أكبر ناقد صحيح لنا صحيح. وتغير الذائقة كل سنوات لدى القارئ لانه وجود اجيال جديدة اتمنى أن تواصل حياتها نعم طيب هل نستطيع اعتبار السيرة الطائرة ومرايا الملائكة الديوان الشعري الذي يتحدث عن طفل إيمان حقه أو باسم الأم والابن الذي هو سيرة والدتك هل نستطيع ان ندرجها ايضا في مشروع الملهى الفلسطينيه؟ يعني اشكرك على هذا السؤال فعلا هو احيانا بجوز لانه مشروع روائي كان يجب ان تكون فقط روايات في داخله لكن بالتاكيد مرايا الملائكه هو جزء من الملهى الفلسطينيه، جزء اساسي من الملهى الفلسطينيه، باسم الام والابن هو سيره امي خلال خمسين عاما من التهجير فهو جزء من الملهى الفلسطينيه السيرة الطائرة وهو كتاب محبب جدا إلى قلبي يعني كتب عنه أحد الأصدقاء الدكتور محمد عبد القادر وقال أنه لو لم يضع إبراهيم اسمه اسمه داخل هذا النص السيري لكان رواية كاملة وفعلا لو وهذه لم تخطر ببالي لو لم يكن هناك اسم إبراهيم ذلك الفلسطيني الذي يتنقل بين مدن العالم و يلتقي الناس ويحدثهم عن فلسطين ويسرد حكايات كثيره عن فلسطين وعن هذا العالم لكانت روايه فعلا داخل الملهى الفلسطينيه ايضا بعض القصائد المركزيه التي اعتبرها الملحميه مثل الحوار الاخير قبل مقطع العصفور بدقائق، نعمان يسترد لونه، الكثير فعلا الكثير الكثير من هذه الاعمال الشعريه اظن انها في صلب الملهى وهي تكملها وحتى بصوره او باخرى يعني انا بعتقد مشروع الشرفات باعتباره الوجه الاخر للملهى وكل وجه اخر هو اكمال للوجه الاول يصب فيها نعم، هناك ايضا مشروع اخر عملت عليه وما زلت تعمل بالتوازي مع مشروع الملهى الفلسطينيه وهو مشروع الشرفات، هذا المشروع سنتحدث عنه ان شاء الله بعد ان نذهب الى فاصل قصير ونعود بعدها إذا فاصل قصير أعزائنا المشاهدين ونواصل بعده حوارنا مع الروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله اهلا ومرحبا بكم مرة اخرى أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من ضفاف التي نستضيف فيها الروائي والشاعر الفلسطيني ابراهيم نصر الله. مرحبا بك مرة اخرى استاذ ابراهيم. بك. وعدنا المشاهدين ان نتحدث عن مشروعك الثاني مشروع الشرفات. هذا المشروع بدا بروايه شرفه الهذيان الصادره عام 2005 ثم شرفة العار عام 2010 وحرب الكلب الثانية عام 2016 وهي الرواية الفائزة بجائزة البوكر وصولا إلى رواية مأساة كاتب القصة القصيرة عام 2021 وربما روايتك الجديدة طفولتي حتى الآن ضمن الملهى آه ضمن الملهى هل يمكن القول إذا أن مشروع الشرفات هو الوجه الاخر لمشروع الملهى انا بعتقد كان لابد من وجود مشروع الشرفات لانه حينما تعيش في العالم العربي وانا اعيش في الاردن فانت تعيش ايضا يعني تعيش حياتين في نفس الوقت الحياه المعنيه بفلسطين والهجره والمنفى والقسوه التي تمارس ضدها وحلم العوده وكل هذه التفاصيل ثم تعيش في العالم العربي ضمن كل ما يحدث في هذا العربي العالم العربي من ايضا احلام لهذا الانسان تنمو واحلام تسحق والعلاقه بكل اشكال السلطات العلاقه بالانساني الاجتماعي مثل مثلا جرائم الشرف التي عبرت عنها في روايه شرفه العار شرفه العار او أو أن أعيش وباء كورونا هنا وتكون هناك ماساه كاتب القصه القصيره التي تتحدث عن حياتي هنا ايضا في هذا العالم العربي لكن هذه المساحه في الشرفات بالتاكيد اتسعت لانه يعني يمكن ان اعود الى روايه شرفه الهذيان حينما كتبتها واذكر في لقاء اجري معي بجريده الراي سئلت سؤالا كم روايه تتوقع ان تكون في ضمن هذا المشروع؟ فقلت انه اتوقع ان تكون هناك ثلاث روايات لكن دائما انت يعني حينما تبدا وتعمل لا تستطيع ان تقول يبدو انك لا تستطيع ان تقول الى اين يمكن ان تنتهي لانه الاساس كما كما جاء في روايه دبابه تحت شجره عيد الميلاد حينما يسال الصحفي بطل الروايه وهو من بي من روايه من مدينه بيت سحور التي صمدت وانتصرت على الاحتلال بالعصيان المدني هل كنتم تتوقعون ان تحققوا هذا الانتصار؟ فيقول لا ولكن عليك ان تبدا لتعرف الى اين يمكن ان تصل فكانت هذه البدايه الان الشرفات بعتقد انه هو مشروع اتسع كثيرا يعني وفاض عن الفكره الاولى له، يعني ما يحدث في العالم العربي اصبح ما يحدث للانسان. ولذا روايه مثل حرب الكلب الثانيه هي معنيه بالمستقبل. صحيح المستقبل القريب لكن اصبح المجال هذا المشروع هو المستقبل البعيد جدا وايضا الماضي البعيد جدا. يعني من منذ سنه اعمل على <applause> عفوا منذ سنه اعمل على روايه تتحدث عن ما قبل الاف السنوات وبالتالي يعني اصبح الانسان هو المساحه المساحه الكبرى لهذا المشروع الذي بالتاكيد المرور بالعالم العربي وما يحدث بالعالم العربي وما يحدث للانسان في اماكن كثيره هو هو الاساس هذا يعني هذا هو مشروع الشرفات وان وان كان مثلا في فتره بدانا ننتبه وبدا بعض حتى الدارسين وال والذين يقدمون رسائل اطروحات دكتوراه وماجستير في اعمال الادبيه يتساءلون لماذا برار الحمى ليست في هي رواية الاولى نعم ضمن من الشرفات, نعم الشرفات لماذا حارس المدينه الضائعه او عو ليست و اكتشفت انه فعلا يجب ان يكون المشروع العام الروائي بالنسبه لي منظما بصوره اسهل للباحث واسهل للقارئ فضمت هذه الروايات لمشروع الشرفات وضمت روايه مثلا مثل مجرد اثنين فقط الى مشروع الملهاه الفلسطينيه ببساطه لانها كانت تتحدث عن المجازر التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني مكثفه في مجزره واحده وهذا من الصعب ان تعيد ان تكتب روايه جديده داخل الملهام من جديد حول هذا الموضوع لان هذه الروايه غطت هذا الموضوع تماما فاضيفت هذه الروايه الى المشروع الملهال الفلسطينيه واضيفت روايه الامواج البريه لانها استشرفت الانتفاضه الفلسطينيه الاولى ايضا للملهال الفلسطينيه واظن اصبح المشروع الان اكثر وضوحا على المستوى الروائي في هذا المجال جميل هذا الوضوح للمشروع وهذا التنوع والتعدد ربما يلغي سؤالي القادم كنت أعددت سؤالا أسألك من واقع تجربتك في الملهى الفلسطينية ومشروع الشرفات أيضا هل يشكل العمل على مشروع روائي مكون من روايات عديدة ضغطا أو تقييدا لمخيلة الروائي بالعكس انا احس انه اتساع يعني هنا ان هناك اتساع حقيقي في هذه المساله لانه اولا في كل روايه تذهب فيها اليها وانت حر بمعنى انك لديها شخصياتها الخاصه فيها لديها زمنها الخاص فيها فيها لديها البنيه الفنيه الخاصه فيها وهذا يتيح لك سواء في الشرفات او بالملهى نوعا من التجدد المستمر على مستوى الموضوعات وعلى مستوى حتى نوع الرواية يعني مثلا إذا ما نظرنا إلى رواية مثل برار الحمى سنكتشف أنها رواية تذهب باتجاه علم النفس أكثر لكن إذا ذهبنا إلى عو سنرى أنها تذهب إلى الرواية السياسية في إذا ذهبنا إلى رواية مثل شرفة الهذيان ستذهب إلى هذا التوحش الأمم الأممي الذي ينقض على العالم العربي وكان يعني التتويج الأكبر له في باحتلال بغداد إذا ذهبت إلى شرفة العار تذهب إلى الاجتماعي إذا ذهبت إلى رواية زمن شرفة رجل الثلج ستذهب أيضا إلى نوع من التجريبي دائما ودائما التجريبي موجود حارس المدينه الضائعه ستذهب الى الغرائب حرب الكلب ستذهب الى المستقبل لا. وبالتالي انا احب هذه المساله يعني احب ان اتنوع داخل عملي وحينما احس انني يمكن ان اتكرر لا اكتب وحقيقه يعني لا اخفيك ان هناك الكثير من المشاريع لانه ربما طريقه عملي بالكتابه تختلف عن بعض الأصدقاء لأنه يعني أعمل على الرواية على مدى طويل يعني تأتي الفكرة ثم أعد لها إذا كانت مقتنع فيها صحيح أعمل على أعمال ثانية لكن دائما كل ما جاءت فكرة تعززها أكتبها وأضعها فيكون في ملف خاص للروايات فتحس أنه دائما في لدي مشروع مشروع روايات لم تكتب حتى الآن وبعضها نضج و اذكر حينما كنت اكتب عن الفساد الجامعي في المتقاطع مع الفساد السياسي في شرفه الهاويه كانت هناك روايه اعد لها عن طبريه وفي نفس الوقت كنت اعد لروايه شرفه الهاويه والغريب انه من المرات النادره ان الروايتين نضجتا معا لدرجه حينما فتحت الكمبيوتر لاكتب لم اكن اعرف اي جمله ساكتب، هل الجمله الاولى في شرفه الهاويه ام الجمله الاولى في روايه الطبريه. ما بعرف ما حدث لكن صدف انني كتبت الجمله الاولى من روايه شرفه الهاويه، فكتبت شرفه الهاويه. لكن روايه الطبريه الان كامله والان يعني اتحدث عن عشر سنوات، لكنها لم تكتب بعد، لكنها فعلا كامله بكل ما فيها شخصياتها بأحداثها تفاصيلها دراسة المكان كل, الأشياء فبالعكس أنا أحس أنه هذه الطريقة أعطتني نوع من الحرية ونوع من عدم التكرار بعيدا عن الثلاثيات مثلا يعني حتى ثلاثية الأجراس حينما كتبتها وهي تتحدث عن النضال المسيحي الفلسطيني على كل المستويات الوطني التربوي الثقافي كل, كل هذه الاشياء كتبت هذه الثلاثيه بحيث انا بامكانك ان تقرا اي روايه مستقله او ان تقراها جميعا فبقيت امينا ومحافظا على الفكره الاولى انه يجب ان يكون لكل روايه استقلالها وبناءها المتجدد المختلف جميل اللافت في تجربتك استاذ ابراهيم هو هذا التوازي بين الشعر والرواية. أنت قبل أن تعرف كروائي أو ربما في السنوات الأخيرة صرت تعرف كروائي ربما أكثر من شاعر، أنت كنت شاعرا مجيدا وفزت بجائزة سلطان العويس في الشعر أيضا. لفت نظري تصريح لك لصحيفة مصرية، صحيفة مصر اليوم، قبل حوالي ثلاث سنوات تقول في الثمانينيات والتسعينيات حقق شعري ما لم تحققه رواياتي. وفي الألفية الجديدة حققت رواياتي ما لم يستطع شعري تحقيقه. أه لماذا لا يستطيع الشعر والرواية أن يسطعا معا أو يبرقا معا في وقت واحد؟ لماذا على واحد منهما أن يتوارى في في حين يبرز الآخر؟ أه شوف أنا حينما بدأت الكتابة الرواية وحينما بدأت بكتابة الشعر بدأت في الشعر بدأت بالمرحلة الإعدادية يعني كان عمري 13 سنة 14 سنة الرواية كان حينما كان عمري 16 سنة 16 سنة كنت أكتب الرواية الأولى والرواية الثانية بمعنى كنت في المرحلة الثانوية فبدأ الشعر والرواية من البداية معاً لكن حينما وحينما كنت اكتب بديواني الاول الخيول على المشارف المدينه كنت اكتب روايتي برار الحمى لكن ما حدث ان الديوان الاول صدر الديوان صدر اول ولم تصدر الروايه اولا فبالتالي عرفت كشاعر وحينما نجح الديوان كثيرا كان راي ناشري انه لا تنشر الروايه الان لانه ستؤثر على صورتك كشاعر وفي ذلك الزمن لم يكن هو الشعر الذي كان متفوقا على روايتي او سابقا لروايتي او كان الشعر هو متفوق في العالم العربي كله يعني كان الزمن زمن الشعر لا. وبالتالي اجل تاجل صدور الروايه في الى خمس سنوات فبدا وكانني انتقلت من الروايه الى من الشعر الى الروايه لكن حينما ظهرت الروايه في العام 85 روايه براء الحمى اظن انها كانت روايه محظوظه جدا بالصدى الذي احدثته في العالم العربي ولم تزل تحدث حتى الان يعني روايه الان مر اكثر من 45 سنه على كتابتها لا. السنه السنه الماضيه في شهر ايار مايو الماضي تم ترجمتها الى الاسبانيه وانا اعرف وأنت تعرف انه الناشر الاجنبي دائما يقول متى نشرت هذه الروايه؟ اذا قلت اذا قلت له قبل ثلاث سنوات يقول لك انها قديمه. لكن حينما ياتي الناشر وينشر روايه مر 45 سنه على كتابتها فمعنى ذلك انها روايه متجدده. بقيت هذه الروايه تشغل الناس لليوم. لكن فعلا في الشعر كان في الثمانينات يغطي على كل الروائيين وليس فقط عن على رواياتي. وفيما بعد الشعر حينما تراجع كانت الرواية تغطي على كل الشعر في العالم العربي وليس على شعري فقط فهذه المسألة ندركها أدركها تماما وأدرك أن الشعر للأسف للأسف في العالم العربي وفي العالم بالمناسبة يعني أنت تعرف أنه الاهتمام فيه تراجع وتقديري تقديري بالنسبة لنا في العالم العربي أن الـ الـ الإنسان العربي يحس مثل ما يحدث اليوم يعني أي إنسان تتحدث مع جملتين حول غزة ستكتشف أنه يريد أن يبكي أنه ممتلئ ممتلئ بالمشاعر فالشعر لا يقدم له الإجابات يقدم له مزيد من هذا الإحساس حول ما يحس به وقد يكون ما يحس به أكبر لكن الرواية جاءت لتقدم إجابات وجاءت لتقدم التاريخ الإنساني الشعبي الحقيقي البديل للتاريخ الرسمي وكنا نفتقدها في العالم العربي كنا نفتقدها بصورة استثنائية يبدو وهذا ما حقق وجودها إلى هذا الحد نعم بما أنك ذكرت التاريخ لدي سؤال عن وأيضا لدي بعض الأسئلة عن أيضا عن تجربتك في التصوير وعن رواية أرواح كلمنجارو ولكن بعد ان نذهب الى الفاصل الاخير في هذه الحلقه اذا فاصل قصير اعزائنا المشاهدين ونواصل بعده حوارنا مع الروائي والشاعر الفلسطيني ابراهيم نصر الله اهلا ومرحبا بكم اعزائنا مرة اخرى في الجزء الاخير من حوارنا مع الروائي الفلسطيني ابراهيم نصر الله. استاذ ابراهيم تصدر روايه زمن الخيول البيضاء بعباره اسماء الشخصيات والعائلات غير حقيقيه واذا ورد تشابه بينها وبين شخصيات حقيقيه فذلك بمحض الصدفه. وايضا جاء في غلاف روايه سيره عين أن الرواية استندت إلى شخصيات حقيقية ووقائع حقيقية لكنها بنيت بالخيال السؤال إلى أي مدى يؤثر الخيال في القارئ أكثر من كتب التاريخ يعني أولا أحب أشير إلى زمن الخيول البيضاء زمن الخيول البيضاء فعلا رواية يعني استندت إلى الواقع لكن استندت إلى الخيال لكن ليس هناك شخصيات واقعيه استندت اليها روايه زمن خيول البيضاء اذا ما استثنينا شخصيه فوزي القوقجي يعني لها الذي جذر واقعي بالضبط هو شخصيه حقيقيه ساهمت في ثوره 36 وساهمت في النكبه ايضا ولا اقول ساهمت في الدفاع عن فلسطين من النكبه لانه كان جزء من النكبه يعني بدا ثائرا وانتهى جزء من ضياع فلسطين هو وسبب من اسباب ضياع فلسطين وبالتالي كان لابد من الاشاره هنا انه اذا تشابهت الاسماء لكن في روايه سيره عين هي تستند الى شخصيه حقيقيه اللي هي يعني كريمه عبود نعم المصوره الفلسطيني. الفلسطينيه التي يعني عاشت قبل الاربعينيات في في فلسطين وكانت الرائده في التصوير في في العالم العربي لهذا السبب اخترتها يعني في كبطله بطله رو... للروايه بالتاكيد، وانا اعتبرها هذه روايه تاريخيه وهناك روايه تاريخيه اخرى اللي هي قناديل ملك الجليل لانها استندت الى شخصيه حقيقيه هي ظاهر العمر الزيداني في القرن الثامن عشر. انما بقيه الروايات لا استطيع ان اقول انها روايات تاريخيه، هي روايات عن التاريخ في تلك الفتره، عن البشر في تلك الفتره، كما يمكن ان نتحدث الآن تكتب رواية عن عمان سنة التسعين هل سنقول رواية تاريخية أم رواية غير تاريخية في مع اعتقادي أنه كل الروايات تاريخية حتى ما. تلك التي نكتبها الان صحيح. هي روايه تاريخيه لانه بين كتابتها وبين مه. نشرها يكون قد مر فتره صحيح. زمنيه واصبحت تعبر عن الماضي وتؤرخ مه. للحياه في زمن ما صحيح فهذا مه. فهذا هو الاساس ما كان الجزء الثاني من السؤال كان أه. كان الى اي مدى يؤثر الخيال في القارئ اكثر من كتب التاريخ لكن انا اود ان اسالك بما انك ذكرت أه كريمه عبود وذكرنا رواية سيرة عين سيرة عين تحضر فيها تجربتك في التصوير أيضا إبراهيم نصر الله مصور فوتوغرافي و كانت لك معارض ايضا في في التصوير واستغللت هذه يعني هذه الخبره بالتصوير في اكثر من عمل من عمل روائي وربما الابرز روايه سيره عين صحيح هو شوف صورة عين يعني دعني أتحدث عن أولا عن كريم عبود كريم عبود المعلومات الموجودة عنها قليلة جدا للأسف يعني وبالتالي كان لابد أن ترمم يعني ترمم هذه الفترة الزمنية الممتدة بأشياء لم يعرفها أحد عنها لكن الأسرة بشكل عام كانت أسرة واضحة أسرة يعني الأب هو الأب الأم مشكلة الأسرة فقدانها لأبنائها بشتى الوسائل كانت موجودة لكن هذا هو الهيكل العظمي للمسألة لكن كان عليك أن تعرف أيضا التصوير في ذلك الزمن المصورين في ذلك الزمن الكاميرات في ذلك الزمن التقنيات المستخدمة وما حمسني ل... الذي حمسني لكتابه هذه الروايه هو كما اشرت وتفضلت هو علاقتي بالتصوير يعني كانت فرصه آآ آآ هذه الروايه لي ايضا ان اتامل التصوير كما لم استطع تامله في عبر المعارض، يعني عبر المعارض انت قمت بشيء عملي، صورت وانتخبت الصور وعرضت الصور لكن لم تتحلك المساحة الكافية لأن تتأمل فكرة التصوير عبر التاريخ أو منذ مولد هذا التصوير إلى اليوم فهذا كان الشيء الذي يغوي في الموضوع لأنه في اعتقادي لو لم أكن يعني بين قوسين مصورا لأن لا أعتبر حالي محترفا حتى مع وجود يعني المعارض. أربعة معارض محر. أه لما كتبت هذه الروايه هي أه لانها روايه من روايات الاختصاص في بعض الروايات يعني يمكن الا تكون روايه اختصاص حينما تتحدث عن يعني عامل مياومة يشتغل كل يوم شيء ممكن مثلا أه او أه لكن بالتصوير بالطب بالمحاماه بصانع ساعات بمصلح ساعات في اشياء يجب ان تعرفها بدقه شديده يعني أه فما ساعدني في هذه المساله انه هو انني اعرف التصوير وعشت التصوير وعرفت التصوير اكثر حقيقه بعد ان كتبت الروايه وهذه هذه المساله مثلا اميل للتجريد في تصويري وهو الغاء المسافه بين اللوحه والصوره الفوتوغرافيه بحيث لا تعرف هل هذه صوره ام هذه لوحه لكن كريمه عبود لم تكن تصور هكذا، كانت تصور بشر. فاتيح لي لاول مره انه اتامل الصوره البشريه وماذا تعني الصوره البشريه. ومن هنا اظن كان متعتي في كتابه هذه الروايه ايضا. نعم، ايضا تطوعت عام 2014 في الصعود الى قمه جبل كلمانجارو اللي هي اطول او اعلى قمه في افريقيا دعما لاطفال فلسطينيين فقدوا سيقانهم في الاعتداءات الاسرائيليه وصلت معهم طبعا الى القمه وكتبت من وحي هذه التجربه روايتك الجميله ارواح كلمانجارو التي فازت بجائزه كتارا للروايه العربيه عام 2016 في شهاده لك عن هذه الروايه قلت ان ارواح كلمنجارو هي الروايه التي تمنيت دائما ان اكتبها لماذا هي بالذات؟ لانه دائما كنت اتمنى كتابه روايه يجتمع تجتمع فيها شخصيات من كل انحاء العالم. أه. وهذه نادره احيانا ان تتوافر في في حياتنا اليوميه او التي نعيشها. وكان وكنت اتمنى ان اكتب هذه الروايه في الحيز الضيق بمعنى الذي هو خط الرحله لانه في اعتقادي انه في الاماكن الضيقه حينما يجتمع البشر تستطيع ان تكتشف اشياء ومناطق كثيره في داخلهم قد لا تستطيع ان تكتشفها في الشارع او في مسرح واسع او في يعني التفاصيل العامه اليوميه لكن حينما يلتقوا يلتقوا جميعا في على هدف واحد وتحد واحد ففي ظني أنه هناك تستطيع أن ترى جوانب من حياة الشخصية كما يقال دائما أنه أنا صديقك تعرف وقت السفر ووقت الضيق يعني حتى وقت الضيق يعني فهذا الضيق بالمكان هو كان فرصة أساسية لأن تتأمل مجموعة من البشر يجمعهم هدف واحد معنا ديانات مختلفة وتوجهات مختلفة وأعمار مختلفة ونساء ورجال فهذا ما كنت أتمنى فعلا أن أكتبه وبعد الرحلة بالمناسبة يعني لم يكن لدي قرار أني أكتب الرواية يعني كنت ذاهب معهم كانوا يسألونني هل ستكتب الرواية عنا كنت أقول لا أعرف وكنت أخذ ملاحظات وكل الملاحظات التي يعني دونتها ربما لا تزيد عن عشر صفحات على على الاكثر يعني السؤال الذي يراودني لماذا كتبتها روايه وليست ادب رحله اولا وهذا حدث يعني السبب الاول اولا تذويب الانا يعني لو كتبتها ادب رحله كان سيكون ابراهيم حاضر بالروايه من اولها لاخرها وكانه هو الشخص المركزي في الروايه. ولم اكن احب ان اكتب عن هدف نبيل وعمل نبيل بفرديه او بانانيه. كان يجب ان يتوسع هذا العمل وان تذوب الانا. وهي ذابت الى درجه انها لم تظهر في الروايه، يعني ابراهيم ليس موجودا في الروايه. حضرت شخصيات أخرى لكن الذي جاء وبحث عن إبراهيم دائما يقول أين إبراهيم بالرواية؟ إبراهيم خالد كتب الرواية يعني هذا هذا هو إبراهيم فهذا أعطى أظن العمل أو الرحلة بعدها الإنساني العميق وأعطى الشخصيات حقها وبخاصة الأطفال ومن جاءوا أيضا ليؤازروا هؤلاء الأطفال ويصعدوا القمة معهم وفي النهاية يعني اذا كان لي ان يعني مكان فهو انني كاتب هذه الرواية، واذا كانت الرواية نجحت كنت اقول فسيكون لي مكان افضل يعني انما اذا لم يكن لها حظ من النجاح فهو هذا حظي يعني تماما الذي علي ان لا اطالب به وعلي ان لا اخذ مطلقا من حصه الاخرين اي شكل من اشكال الوهج داخل العمل نعم اذا الروائي والشاعر الفلسطيني ابراهيم نصر الله سعدت كثيرا بهذا الحوار الجميل معك في برنامج دفاف شكرا لكم وانا سعيد بكم وسعيد بهذا اللقاء شكرا لك فكل الشكر لك شكرا لك اذا اعزائنا المشاهدين نصل معكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ضفاف التي حاورنا فيها روائي والشاعر الفلسطيني المعروف ابراهيم نصر الله حتى نلتقي في حلقه مقبله نردد مع ابراهيم نصر الله في روايته زمن الخيول البيضاء لا تذهب الى بلد ماؤها طيب بل اذهب الى بلد قلوب اهلها صافيه ولا تذهب الى بلد محصنه بالاسوار بل اذهب الى بلد محصنه بالاصدقاء الى اللقاء